في أصوات أنا لهلأ ما راحت من ذهني. خوف شامل، يعني خوف على أولادي، خوف على نفسي، خوف البناية حتوقع. كنت مفكرة نصيبنا المشاكل السياسية. كانت كتير الكارثة كبيرة. صار هدر حق السيدات، طبقات من التهميش، مخاوف كثيرة. فنحن كنا عم نستغيث، كنا عم ننادي إنه بدنا معدات حديثة لما نخسر كل هاي الأرواح. حسيت إنه أنا محتاجة أحكي أو لازم أحكي. التجارب كتير كانت مؤلمة، سواء تجارب الفقد أو تجارب الانتهاك أو العنف. بتمنى أن نطالع كل الأطفال عايشين من تحت الأنقاض. المخيم فتحوا باب الخيمة للكل. كارثة الزلزال أنا حسيت أنه صار في تقبل أكثر للمرأة. جربت السيدة كثير أشكال من النزوح، من التهجير، من المعاناة، ومع هيك كانت دائماً عم تقدر تضبط أمورها بالشكل الصح، تلملم تفاصيل العائلة تبعها، عم تنخرط بالعمل المجتمعي.